اخ مصطفى سوينغر اللي كنعيط ليه ديما سوينغر خويا نقول الله يعزك الله يحفظك كي داير اخي سوينغر شنو نقول اسمح لي يا اخي راه نبغي نقول مصطفى ولكن مرحبا بالعكس سميا صاي برانديت الله يحفظك ليا تقول لي بنادم السيم الله يحفظك ليا الوالد ديالي ولا تيقول لي السيم واخا ما تيقولش السيم ولا تيقول السيم تيقول سيم لايف لا لايف لا ولكن ولكن كانوا تيعيطوا لي محمد محمد بابيت 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 لان فهمتي حنا الجدود ديالنا الجد ديالنا قال لك سيدي هو اول واحد خدا دار وبابيت باعها حلف والله خير هذه القصه اللي وصلتني هذه القصه اللي وصلتني هذه ديال رسوم متحركه فهمتي قلت عندهم حنا سير زمان من ابن عند بابيت بابيت دابا انت بعتي بيت ما عندنا لا بيت لا انت هو كاين البيع والشراء هذا البيت اخي نتسناو بيت غادي نتعلم لايف عندي دراري اللايف جوج شوايع جوج شوايع انا فايتك انت اخي جديد شحال عندك اخي سوينغا من فولو عندي 1 مليون واش تقارني انا الله عندي 500000 لا تبارك الله نص 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 الريتش زوين والناس زوين لا قد ما كتطلع في الكونت الريتش كيقلال وي 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 ياك هادشي اللي كاين لا عاوتاني لا عاوتاني اخي ملي كتقرا الناس واش الناس مهتمين تيتونكاجاو ولا ناس هير ديزين هادي كيف الجامعه ممكن اللي كيشري الملال تيشري تيجمعهم فهمتي ديك اللعبه ديال والتخصص الا الا كيعجبك هذا الفنان هذا ضرب لايك صور هو ماشي حتى هو يبوم الحرفه تلقى الناس داروا لايك ومن بعد تولي تطلع لهم خونا خونا ما فاهمينوش كاع ما عارفينوش هو ماشي هو تيقول لي جمع الفنان تيقول لي الا عجبك هذا تيعجبك هذا الفنان دير لايك الناس كتمشي دير لايك ديال داك الفنان هو اللي عنده اللي عنده وشنو علاقتهم به وتيقول لك انا عندي 4 مليون انا صاحب الفنان اللي كون تيقول صاحب الفنان لا ما كاين فهمتي شي تلقى الناس متابعينه ما عارفينش حتى علاش متابعينه شي عجيب واخا تلقى الريتش طايح كتلقى المهم هذا موضوع على حكايه عندنا واحد السيده انفلونسر عندها 200000 وشوف اخي عندنا واحد السيده دير اي كوميرس 200000 كتبيع يوميا كتبيع تبارك الله كتبيع واحد 40-60 ألف درهم في النهار و 200000 فولور نقيه ولكن ماشي فولور فولور حقيقي فهمت تعرفوا سميتها سميت اختها سميت تما سميت باها سميت حياتها كامله ماشي بحال هاد خونا هذا اللي جمعهم بلايك هذا موضوع ثانوي بين ملي تجمع الشباب حيت ندير واحد 3 دقائق جماعه اخي سوينغه عاد من ورا غادي ندوزو اخي نبداو سوينغه من الازدياد انت راه عرفتي كون خليتيني ندوي ونخليك الدواء اخي انا مدافي انا راه بكيت وحق الله الا الشباب هو كيعاود ليا والرب اخي سوينغه الا بكى بالضحك ماشي بكى بكيت بالضحك بكيت فاق انا جاي لطفاش هذه دقيقة الشباب وجي نبداو اللايف تبارك الله عليكم نهار كبير هذا واحد الجملة كنقولها لهم رمضان مبارك سعيد يوميا غنبقى نقولها لكم الدراري من اليوم حتى الاخر ديال رمضان كيفاش اخي سوين كتعرفنا كنت عقلت كنا في واحد البرنامج ديال ميديا ان تي في عندنا هذيك البديه الاولى دايو هذاك اول برنامج غادي نسال قيس هذاك البرنامج هو ما كتبتي كاع تما خاصنا نكتبو تا مع سميتو كنا غادي نديرو بحث عليك باش ندويو عليك كنتي درتي شي بلان وي المليونير نموت ديك العيب المليونير عنده الحياه جيدنا مريك لا في الفيديو فهمتيني وقعد تيتي ليا ولا ودوينا عليك ودوينا على سفيان البحري واعتقد بسبب داك الفيديو تلاقيت مع سفيان البحري والله الا بسبب داك الفيديو تلاقيش مع واحد الصاد توفيق الدباب ياك سميتو اييه توفيق الدباب توفيق عليك هو قال لي راه صيفط لي قال لي اخويا السيمو راه دويتي على سفيان سفيان راه عشيري راه كنعرفو كدا الا كنتلاقاو قلت له انت شحال كان توفيق الدباب ديك الساعه ملي دوى معايا 16 عام صاحب 16 عام راه دابا تبارك الله ولا عنده اللحيه ولا كيبان هذوك اللحايه ديال الجامع اللي عنده بلاطو اش نقول للدراري شوف كاين الدراري باكس بلا لحيه تنقول لها ما تشوفنيش انا داير اللحيه تمشي انت دير اللحيه ولكن اللحيه اصاحبي انت اخي تجي معاك اللحيه كاين دراري ما تجيش واش فراسك ولا بلا انت قلدك في السين فراسك الله يعزك والله العظيم العظيم ما شفناك تنقول هذا هو السين كاين ولا لا ناري انا يو الدراري هاد العيال يو جاي اقسم بالله اللي تديروا ولا فلسفه ولا واحد فلسفه حياه شكون هذا اخي اللي قال حبيت صاحب ايو عفتيني في اللايف ابا واي تايق انت والله خي لا العجب دابا راه فاتني في عاده المشاهده لا بداو الدراري تخرجوا من عندنا شحال مليون عاوتاني شحال عندك لا دابا انا عندي
دراري بجينا على بركه الله بلوكي لي كومونتير اخي سوين كان بلوكي كاد البلوكي مون عاد تدير هكا كلي كي بحال هكا طق دير ديزاكتيفي لي كومونتير صافي ندير هكا ندير ريتورن اف كومونتينغ ما بقاش تمشي باش ما بقاش تمشي التركيز لي كومونتير عاود لي اخي سوين كان بدا معاك من الاول فين تزاديتي اجي عندي هنايا فين انا اخويا فين تزاديت انا تزاديت انا 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 بعدا هو الطفل اللي عنده والدي ديالتي الخامس تبارك الله انا هو خامس عندي ثلاثه اخوات هادي الاخ ديال اللي جا معاك ديك النهار شنو هو صغر مني السادس يتوب يتوب كيما كبر مني اه هو راه صغر مني صغر مني بعامين يتوب عاد كانت الوالده كل عامين كتولد ولا عام اللهم بارك الله يحفظك انا الفي انا كيفاش تولدت في الصيف في شلوح في ايمن تانوت كنا ساكنين في سبعتها وكتمشي الوالده في الصيف عند امها اه سيرتو لك كانت حاملات ولد الوالده من ايمن تانوت الوالده ديالتي من جوي ايمن تانوت اللهم بارك الشلحه الوالده عندي شايد عربي دونك مشات لايمن تانوت وفي الصيف لانه في الصيف القرايه وكذا الدراري وتولدت من الطريقه عادي ما كاين لا سبيطار لا والو اللهم بارك قول لي اخي شحال في لاج دابا انا في لاج ديالي 35 عام اش كيدير الوالد الوالد ديالي بعدا توفى الله يرحمه الله خدمته الله كان الله يحفظك حتى الوالده توفات وانا عندي 7 سنين ولا 8 سنين الله دونك الوالد ديالي كان خدمته بحال قلتي كان كيتشارط في الجوامع خاصكم تعرفوا شحال هذه كيفاش الناس كانوا كيعيشوا كان كيتشارط في الجوامع وكيعيشوا مع الجامع فقيه كيصلب الناس كذا مع الوقت جمع شي بركه كذا وبدا كيدير المحلات ديالو دار واحد القهوه كذا بنى دويره ديالو داكشي ولا عايش بحال موك ولا عايش عنده محل ديال مثلا طاحونه عنده محل قهوه كذا وكيعيش فقيه ديال الجامع لا لا مابقاش خرج ولا كيعيش حياته كيصيد القنص ودير ديورا وكذا واش اللهم بارك بي دير هو في السيف الوالده راه ديجا قلتي ان ديريكت ولكن يعاود لهم الوالده ربت بيت الوالده ديالي ربت بيت ربت بيت عاود لي اخي من الاول تزاديتي فين مشيتي تقرا قريت بعدا في الاول الجامع ولا ليكول قريت في الجامع في الاول دابا حنا كيفاش القرايه ديالنا عاديه ان غتقرا في الجامع عند عامس عرفتي عامس تيكون عنده واحد التيو حمر شمار عرفتي كتكون مريح في الجامع انت هذيك الناس هو كيتشكى عليك هنا النار هذا دير ديك هذا هو البريسكولير عندنا البريسكولير اللي قريت فيه انايا ديال انك يتهناو منك الدار كيحطوك عند عامس أجي تنو منك الدرجة بين جولة على حد جي مثلا نشوف أخي أن الوالدين كانوا يجيك لعبة جي فكنا من هذا فكنا أرجو اللي وقع لي أنا كنت إيبير أكتيف تا ولادي دابا إيبير أكتيف يا كان تحر ما كنجلش ما كنتش داصر ADHD ما كنتش ما كنتش داصر بمعنى شرير وكندير البلانات ولكن كنت كنتحرك تكتاش يعني أي حاجة خاصة أنا كندخل عند صحابي الدار كيقول مصطفى ما تحركش اهدا ديما مخاميه طايحه شي بلا بلا ما نحس بلا ما نحس والله العظيم طارق قصدي يقول لينا اليوم شنو راه شنو راه في الفطور لا اليوم العبد ولا لا 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 ما كاين والو الحمد لله نتي كنتعلم كبرت سمعتيني دونك داولي الجامع هذاك عامس داك عامس كان كيقرينا صور كيقرينا عرفتي بهذيك اللوحه وي عرفتي داك اللوحه وهذاك السماغ السماغ هذاك هذا هو اللي قريت وكدا قريت الابتدائي ديالي وكان الحلم ديالي انني ندخل المدرسه لا الابتدائي لا البريسكولير البريسكولير كان الحلم ديالي انني ندخل سميتو ودرت واحد اللعيبه اخرى درت واحد المدرسه صغيره كانت مع احد الجامع اللي كيقريو فيها الحروف كلشي عربيه 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 والله والابتدائي الابتدائي غادي ندخل غادي ندخل على 7 سنين ماشي على 6 سنين خويا اللي كبر مني دخل على 6 سنين انا دخلت انت بحالي الحزب ديالي دخلت على 7 سنين ملي دخلت على 7 سنين قريت التحضيري عادي في سباته عند واحد الاستاذ كدا طرونكيل في على العربيه كدا من بعد غادي نتحولوا من سباته لعين الشق وعين الشق غادي نبدا نقرا الثاني ونقرا الثالث حتى غادي حتى نخرج السادس ولكن تما في هذا البيريود في حياتي كانوا شي حوايج اللي امباكتوا لي حياتي لدابا كانت عندي واحد الحصه ديال فاش كتقرا في الـ في الـ في الـ في الثاني عندك شنو هو اللي كتقرا كتقرا عربيه صافي فيها كلشي وي 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 تدوز الثالث هادشي اللي كان النظام كان تحضيري عربيه واستاذ واحد كتقرا في الثاني كان عنده استاذ واحد الثالث كيوليو جوج الثالث كيوليو جوج عربيه وفرنسا عربيه وفرنسا فهمتي في الابتدائي في الثاني كانت عندها واحد الاستاذ سميتها ناديه انا باقي عاقل عليها ما نساهاش مطيع علاش نقول لكم علاش تسمعوا القصه ديالها هاد القد اشني شي حاجه خايبه بعدا ولا زوينه خايبه ثاني سير اسمع السيده اش كدير اسمع اش كدير كانت عندها في 93 هادشي كنعاود لكم كان عندها تليفون ياك كحل داك التليفون كحل واللي دارت البساله التليفون حنا بالنسبه لنا شي حاجه كبيره اللي دارت البساله كتقولي غادي نصوني على الصاد اللي غادي يجي يقطع عليك دابا ودنك
ناري 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 ديري. وتخيل معايا انت طفل راه كترعب كترع. وتخيل معايا هو وسط الجيم كان عندها سميتو غرون غرون ديال حولي وغرون اخر ديال حولي ياك، وبيناتهم هيدوره وكديرهم على الدري في راسو كتولي عندها بحال بحال الحول. ناري 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 ها هذا فيلم جزاء وسط القيد. اقسم بالله هادشي راه دري صغير طيب كيقدر بنادم ما كاينش كيتململ ترى ما يمكنش ما كانش كتضربك ما ضربكش ما عمرها ضربت ولا كتغوت ولكن كدير لك الطورش ناري كدير لك العذاب. اشنو وقع ليا واحد النهار الوالد مشى مع فقيه قلت ليه كان في الحج ملي جا من الحج جاب لي لبسه زوينه ديال الحرير وكانت قويميجه عرفتي ديك قويميجه ديال التسعينات ديال هذاك سكارفيس عرفتيهم ديك بحلوله هنا كدا بالسروال كدا العيبات وجايين لابسه زوين اشنو جاي ما حافظش نارجي زوين جا ما حافظش وعاود شي قران وانا مالي انا راه خايب بيراكتيف ولكن راه انطوائي ما كنقدرش ندوي مع الناس شو راه راه من هنا يا راه هادشي شحال من واحد تصدم فيها اي دي اتش دي طنطير ولكن راه ما عنديش مع بنات لا ما واحد صاحبك راه واحد واش يدير واحد الكاميرا خفيه في رمضان زوير زائر اه كان اعتذر لي عرفتي تلقى معايا في الطايلوند جيت تصدم بلي سيمو لايف ماشي هو سيمو لايف قال لي اخي سيمو صافا بخير كي داير قلت له بخير صافا صافا وبغيت نمشي بحال وقال لي شريف دو معنا صاحبي حنا مغاربه وانت مغربي فهمتي وانا خاصني ديك اللحظه ديال فاش نسد وانا قال لي واش كتعرفني قلت له لا ما تنعرفوش ولكن فيه شي عرفتي شنو بحال قلت له واش يبغي يدوي معايا وانا تنبغي نحيوها تيكون تيكون دار لي فولو من بعد دار لي اون فولو قال قال لي لا لا بقى به الحال اخي صوري والله انا حيتاش الناس ما كتعرفش باللي تصحابهم انت راك وراك انت كتبغي مع راسك انت راه باغي تمشي على راسك انت راك داسر ودوي مع الناس ولكن عرف تحضيرك تهك وتبتدي هذيك راهي الشخصيه الحقيقيه اخا وتبتدي تبتدي يكتب تلقى شي واحد متلش في شي مسلسل غير الدور ديال شي شرير 1990 باقي دابا كيتعامل مع الناس شرير وي كاين وي كاين حرام تتغافي المسرح كتوقع تلصق هو الطامبو ديالك غير تلصق اسيرتو اخي هادي اي دي اتش دي ما تتركبش معاه شي طيوا انا كنت فريمو بحال وتخيل معايا اش دير لي الاستاذه غتقول لي قدام الناس نتعرض وانا ما حافظش ولابس زوين مشكله جار العين هي تقول لي نوضتني السبوره بديت كنتمتم عليها على بق 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 تقول لي انا غوتت عليا اشنو غدير؟ تقول لي تمشي معايا للاداره، كانني درت جرم، وانا بالنسبه لي تمشي عند مدير وتخرج من القسم بحال غادي الكوميساريه بحال غادي الكوميساريه تماما خوتها وفي الطريق واش تقول لي؟ في الطريق قالت لي ومن الفوق لابس مزيان زعما كون كنت في بلاصه صباك لبسك جفاف واو 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 قالت لي بحال اشنو طرا لي؟ مشيت حيد ديك الحوايج بحال هكذا الدار ما بقيتش لبس سلام اتخيل معايا احتلاج حتى قررت نتزوج صافي تكافر على اللباس ما كنلبسش حتى اللبس نتا انا خيت كنمشي كنمشي شي قصه غير حتى انا ما عاقلش ما حتى لا لا هادشي هادشي شنو وقع واحد لا وقيت فلاش باش كنحلل المشاكل ديالي علاش عندي هادي علاش علاش كنفكر باش كنحاول نخدم على راسي المشاكل اللي عندي لقيت ان هاد المشكل ديال الاستاذه امباكت عليا حياتي من ديك الصور ايه شنو كان هادشي امباكتاني مع البنات ملي تزعزعات لي الثقه في النفس سيرتو في اللباس صافي تزعزعت فهمتي الفيلم فما كانت عندي شي غلاصه مع حتى شي بنت حتى كنتزوج فهمتي الفيلم دونك الجنس الاخر عاد باش الوالده كانت منيته فاش كنت صغير دونك الجنس الاخر كان غايب في حياتي فهمتي الفيلم هادشي كي امباكت لا والله الا محطوط في السيتوياسيون فهمتي الفيلم دونك هادشي علاش كنقول لك لانه كاين بعض الخطرات الاولاد ولا لا ولا لا ولا كانوا كيتفرجوا فينا اساتذه ولا معلمين ردوا البلاش لا والله خيلا لان هي ديك المعلمه دابا كتجيب لها البلانجا ساهل عرفتي تيقول لي وانا كنحاول نحط راسي في نفس السيتياسيون ديالو اخر ماشي نساو ديك اللعبه ديال التربيه تبقى مركز معاك احفظ التعليمات والله الا كون علمك الكونفيدنس احسن من ما علمك يقول لي ماشي مشكل لا ماشي مشكل هكذا هكذا تعلم احسن هو بحال خرج فيك العقد ديالو انتقم منك فهمتي الا ما مشو زايق عليه في ابتدائي الثاني
اشنو قلت لكم انا قريت في قريت في البريس كولير جامع يعني شنو قريت قران عربيه ندخل الثالث شنو غادي نلقى فرنسي ها باش يدخلوا كيدو في الفرنسي كيقولوا ا بي سي دي نو تيقولوا جولي مينا جولي امين انا بحال شي واحد كيدو معايا بالجابونيه تيقول لي اش واحد تعاود لنا خير شنو نقول لك و تيلومني علاش ما عارفاش هذا هو المشكل ما بداوش معايا بحال هما اي عجيب ما لقيتش ما بداوش في كازا في كازا بعنش دابا انت تقرا والمشكله كلشي متفق الا انا لا قدروا يصدروا هما دوزوا بريس ولا انا ما كنتش فين كنت ما كنتش معاكم الدراري باش كنت متعقل واش انا جاي معطل راه اول حصه عندي هذه الدراري ما جيش معطل بزاف راه من اول حصه كانوا التلاميذ الاخرين تيقراو وانت تيدوي انا تيدوي وجولي مينا هادي صالو امين اش كاين هالوسو هاد الناس تنقول لهم زعما راه انا معاكم واش تعاملت مع الاستاذه كسول رجع الله حتى ضربتني درتي الفلاقه حنا كسول تيقول لك رجع لا ماشي فلاقه قمعات شد بحال ما كان واش طرالي شدتني علاش حيت ما عرفتش شي جمله ولا شي كلمه بالفرنسي حيت انا ما عارفهاش وي هما يخشوا لي رجلي تحت القيمه ضرب باش نضحك طاري تورتير ديال الغيت ويكا كنعاوني بزاف وتيفكرنا بايام الجاهليه لا حق ربي الا كان عاقل وصحيت الوالد انت دوك التلاميذ الاخرين شدتي لي رجليا وباغينا بيع زيفه وهي كتضرب على نيتها صاحبي كتخرج فيك السم ديالها هذا السبر ديالها وما قادرش نتمشى كنترعد تقول لنا وكون درتي شي مشكل وقت مشاهدة صاحبي المشكلة ديالي في المواد الاخرين كنت مريق مشاهد وما يمكنش لك انت كمدير تشال مدير دراسه ولا مدير مجتهد تكون ما كتحفظش لان مجتهد تكون عقلك لا لا ماليز انا في المعاط معمر يحفظ النشاط العلمي معمر يحفظ كان واحد خالي كيشوفني تيقول لي كيتشومي ديما كنلعب كره في الدار كنتحرك بزاف وما عمرني هزيت شي كتاب تيبقى يتعجب لي تيقول لي كيفاش كتنجح ولده مسكين كيسقط تيقول لي كي درتي لي انت انا علاش ولدي يسقط وكيقرا وانت لا انا ما كنتش كنشوف مزيان كنت كندخل وعطاونا واحد البلاصه نجلسوا فيها ملي كنجلس ما كتبانش ليا دوب شيت شويه اخي هذا مع التليفون انا كنت كنجلس ملي كنجلس تنجلس شويه اللور ما تنشوفش مزيان وديك الساعه باقيين الدار ما عارفينش راني ما كنشوفش مزيان ما تنكتبش داكشي اللي كتكتب اختنا في الصبور انا ما عارف والو كتجي كتلقاني ما تنكتبش وانا ندوز في نفس الفلاقه يا ويلي السبب ما عارف دابا انت السبب انت ما عارفش راه تسحب كره انت ما عارفش كنشوفش كتقول لي شنو هي ما كتشوفش كتقول لي ما كنشوفش مزيان راه ما تيبانش ليا اش كتكتبي كتقول لي اللي حداك كيكتب كيفاش انت ما كتشوفش يلا راه ترى شي تسطيه صح راه دازت شي شهرين وانا كندخل عند مولات الفرنسي صباح وعشيه هذيك مولات العربيه ما كتخش على تعقدت منها تعقد هادشي اللي كيقول جاوب الدار وما يدوا لي المدرسه كاع تفو يديروا لك الدهدره والحمد لله اخي وليت وقع الكاس ناضي ودابا هذا هو المشكل راه بحال دابا لوكا ديال لي بيراكتيف راه عنده مشكل في الكتابه راه انا ديما كنكتب دي بوست و تيلقى فيهم راه ما كنحسش بالمشاكل ديال الاورتوغراف راه ما كنقدرش نشوف ما كنردش ليهم خان عيا ما نقول كان جي راسي تيقول لي سير قراها العربيه بعدا وانا ماشي الخاطر انا كنشير لك القمر انت كتقول لي راه ماشي الخاطر الكتابه اللي ما تكتبش مزيان راه فريمون ماشي راه ما تنقدر اعجز ماشي انا راه تنبغي نرجع غير نعاود نقراها كامله ما تقطعش يقول لي راسي لا 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 وا كتقرا وما كديتكتيش غلط ما كديتكتيش ما كيبانش قريت راه راسي تجيب لي سرب زرب صافي صافي ما كديتكتيش غلط انا كش كندير كنصيفط الناس يقراو لي يوتيوب دونك هادشي اللي وقع فرونسي غادي ندير مع هذيك اللحظه ملي تفلقني ديك الفلاقه غندير لها ستوب تي الباك حبس ما كنتش كندخل الفرونسي كاع واو كاع ديما النقط ديالي في الفرونسي زيرو نص من الثاني للباك تي الباك حتى راه مده كيبقى تخيل مع الجهاوي يعني اللي فيه الفرونسي وانا دوز اول واحد ندوزو الجهاوي جبت فيه 6 ولا 5.95 بادي بعجز بادي وشنو اللي خلاني ننجح في الباك واحد الصاد قال لي انت جايب 5 5 قال لي ما تنجحش قلت له والله حتى غنجح مزيان تعجبوني بحال هاد السيطان في الحياه قلت له والله حتى غادي ننجح فرابط حتى مريض شنو حمار ولكن هو راه كيخشي فيك داك الفشل كيخشي فيك بحال شي برد سخون كي لا بحال كيدخل لك بحال هو عنده الصح لانه انت اولا جايب 5 يعني لوجيك ما دير والو فهمتي
قلت ليه والله تقدر ندير مشيت لو تمتيالات العناد وحق ربي كنت واعر في الماط وفي الفيزيك وداك شيء كنت واعر وجبت الوطني ديالي خديته ب 14 كذا شي حاجة طبعا الفرنسي زيرو هذا الفرنسي مع الانجلي ترى واحد النهار غادي نقول لكم اش بغا ندير قلت مع راسي هاتي شنو قال لي راسي قلت مع راسي هاتي باش تعلم شي حاجه خاصك تطيح في موقف حرج وملي تطيح في داك الموقف حرج غادي يشرح لك الاستاذ كذا واجب استاذ الترجمه قلت له كيدير مره كترجم هذوك الكلمات سيونتيفيك وكتجي تكتبهم بالصبور وكل مره كيكون واحد هو اللي سبونسابل على ديك الحصه قلت لي ان سير وان الفرنسي حق الرسمه شنو عارف كتبها ماشي ترسم يعني واحد كتب زيد ما عندي حتى شي راه كترسم بحالك ما كنكتبش ما عنديش حروف انا عندي رسوم ارسم على خاطر الرسوم متحركه اقسم بالله وا مقريز ديريكت جوني كان زقع واش هذا بلوكاج وتا الوالد ديالي يتسوق ما كاينش شي واحد وايدا ما مسوق كلشي وما مسوقش تا نبت راه قلت لك انا قلت لك حريق هاتيز نبت انا يد معاه صافي قلت والله تا غادي نوض غادي وانا نوض ناري اشطرح لي درت الشوهد الشوهد ولكن وحق ربي لا مزيان الشوهد الشوهد واحد بقيت عاجز تماما غادي يقول لي واحد غادي يقول لي واحد الاستاذ ديال الترجمه غادي يقول لي واحد الاستاذ اخر ديال الترجمه غادي يقول لي شوف انت ما كتعرفش فرنسي ما غدير حتى شي وزه في حياتك دوك تيقول يقولها لك تيقولها لك بعين بارده تنقول لي شوف والله انت غندير شي وزه شوف ربي لقاك عيان في الفلسفه تيقول لك عيان في الفلسفه ما ديرش لقاك عيان في الترجمه لا هو هذا قال لي الفرنسي قال لي شوف هو لوجيك قال لي انت تاخذ الباك تقرا بالفرنسي انت ما تكملش قرايتك انها تحدك الباك وعنده الصح من بعد تكمل بالفرنسي لافاك بالفرنسي لي سنتر بالفرنسي اذا انت خدمتك سيكوريتي قول لي يا اخي سيد الابتدائي الاعدادي سيد الابتدائي كيف غادي الاعدادي عادي كنت انسان عادي دخل سوق راسي مزيان الثانويه حتى هو راه ميم شوز دخل سوق راسي ولكن غادي نعيق بالقالب ديال القرايه ديال الباك ما عمرني راجعت شكون اللي غادي عمرني شكون اللي غادي يدير لي ديك هذاك مول خمسه قال لي غادي تنجح والله الا نجحتي دار فيك ندير صح هذا كاين شي قالب علاش كان عندي واحد صاحبي راه دابا دكتور وكان مكلخ في القسم وكان كيجيب نقاط واعرين تنقول هاد الصاد كيفاش كيدير ليها اش كان كيدير كان كيشد داك الكتاب ديال ديما تحفظو تبقى التمارين تحفظو كيجيب امتحان ديما كيجيب 17 قلت لي الله وانا عند راسي فاهم وكذا في الماط كنبدا نفهم القاعده وكذا العيبات كنجيب 11 10 فهمتي وكلشي اللي كيتعجب لي تما في الباك فين بديت كنعيق انه لي زيكزيل خاص ابار القرايه الدمير فهمتين شنو كان واحد بيست تيضل فرع النار راسنا بديك اون فورجون اون دوفيان دي فورجور خاصك والو قول لي زيد كان تيقول لك الا بغيتي تولي تيقول لك بداك تبقى تضرب تجي تولي حد ثاني ما يمكنش تعمل تعلم ان تشوفها تشوف بحال هكا ما يمكنش تقول لي حل لي التمرين تقول صافي فهمتها لا خاصك توالب ودا تحل التمرين هذا الشيء اللي وقع زدت على القرايه لا قرب على تمشي الو حلو زدت على القرايه اسمع الام بي اتش دي سير لو انا راه سير الو انا خايف انا الريسك وزدق جايه في شي تليفون لا هاني الو حلو هاني ما تقطعش اللايف هاني انا قلت لك اخويا من بعد هادشي اللي وقع زدت على القرايه الدمير جبت 14 في الوطني بيس خديت الباك ديالي ب 12 شي حاجه ولكن تخيل معايا الاستاذ ديال الفرنسي داك العام في الباك وانا مريح عنده انا اش كندير كندخل للقسم ما نديرش السطع سالينا واش كيدير لي الاستاذ ديال التحضير ديال في الرابع باش كان كيبغي يدير لي البونيسيون باش كيبغي يعاقبني تيقول لي اقرا التكست بالفرنسي اقسم بالله هذا هو العاده في النفس تيقول لي اقرا التكست ديال الفرنسي اش كنبقى ندير واش كنتسنى هذوك الناس اللي ورايا يقولوا لي اقسم بالله عايش على دارهم انا كلشي تيبان لي رسومات الرسوم رسوم هيروغليفيه تماما وفضلت لا الظروف هادو جامي نقلتي زعما ما كانش تيدبروا عليك من هنا ومن هنا في الفرنسي في ما كنتش عليه ما كنتش كنقل انا كنت كنعطي الناس النقله
لا ولكن لا في الماط والفيزيك وداكشي انا كنت كنعطي الناس النقله ولكن في الفرونسي لونغلي وداكشي كنت كندبر في النقله مره مره باش 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 نصوفي ولكن كنت كاسول علاش لانك في الفرونسي كنرسمها فهمتي شنو نقول ما كنعرفش النقل واش فهمتي شنو نقول لك واخا عطيني النقله ما كنفهمش اش مكتوب واش فهمتو فين واصل هنايا كنت بعيد بعيد جدا الباكالوريا اخي جات الباكالوريا 5 6 باك جات الباكالوريا جبتي في الوطني 14 زيد عليك داك بشحال في الاخر شحال خديت الباك ديالي ب 12 62 64 راك بخير الرجال حنا حسب العشرة كاين وانا كنت ندمت علاش ما درت السيونس مات لان كان عندي معلومه كيجيني المات سهل مشيتي درتها وما عارفش انا بقات انا شنو التركيز ديالي هذاك الصاط اللي قال لي ما تنجح غادي نجح هذا هو التركيز ديالي صاحبي تما تيسالي العالم تما ما عرفتش ملي خديت داك الباك لان بالنسبه لي انا رتحت من الصفر جايب خمسه ملي خديت داك الباك راه موضوع اخر ما كنتش متوقع كان لوبجيكتيف عندي ناخذ داك الباك وي فهمتي هذاك اللي طلع لك وعاده باش الندم كيقول لك الباك داك يخلعك اخي الباك راه عندك القيمه في المغرب وانت شنو راه مركز على داك الباك هو بوحدو اوبجيكتيف ملي خديتي ما عرفتش شنو دير الناس دافع لي زيكول وكذا وكاع انا ندفع لهاد ليكول كلشي بالفرنسي هذا تدل وشنو اخي درتي شنو درت قال لي واحد صاحبي قال لي واحد السيد بات صاحبي قال لي شوف انا واحد السيد قال لي انت عندك مع هادشي وداك لقيت خديت بيسي وكذا بديت علاش كان كيعجبوني الرسوم المتحركه لي زانيمي كنتفرج في هذاك بديت كنتفرج من 1999 بديت كنتفرج انا في هانتريكس هانتر وداكشي كنديري شارجي اوفر نت كنت عقل على اوفر نت قبل من ايميل وهادشي كنا كنديري شارجي وداكشي ب 52 كان عندي شويه مع داك بير تو بير قديم كان عندي مع داكشي الكترونيك كذا وقال لي السات انت عندك هاد الملكه ديال انك تعرف البي سي وكذا لانه ولا كان شي واحد ديك الوقيته كيعرف بي سي راه هو اللي كيف فهمت تيكون سابق الاخرين قال لي دير الميكانيك اوتو راه مزيان ما فيهاش وانا ما عارفش قال لي شنو قال لي قال لي فيها الفلوس فيها مستقبل زوين عاد تخدم غتولي فريلانس ديال راسك تجي عندك طوموبيله اللي كانت تصلح قاد العيبات صافي قلت هادشي اللي درت فين ندير السونتر في ليزيك في كازا في عين البرجة كناخذ الترونسبور ديالي من الدار عندي طوبيس حتى لتما كاين ريحه السيكالي مريضه في داك السونتر فهمتيني ومريض الجو وكتدخل عند واحد الاستاذ مريض هو سميتو ديمانوف بالغاري وكيدوي بالفرنسي تفو على بلا جمعوا كل شيء الدورو باش نكرهك باش تهرب من المدرسة كان والمشكلة شنو هي أنه ما عارفش أنني تنخربق أنه كيجيني هذا الشيء هو خاصني نكون هوك وأنا اللي خرجت من هذا الشيء راه غلط وما كنتش عارف راسي أنني كنعاني وانا كنعاني وما كانش اخي الكونتنت بحال دابا وما كان والو عشان ما كانش واحد ينسبيريك يقول لك فلان راه ماشي بالضروره تقرا عند ديمانو راه ماشي بالضروره راه تقدر دير هادي وجا الصنداله تقدر دير هادي دير هادي واه دابا شنو انا شنو كيعجبني فاش كتصعر كيعجبني الرسوم المتحركه بزاف الله راه دابا جيتي دير السيرك راه لا والله العظيم اللي وقع انا عزيز عليا الرسوم المتحرك واحد النهار قلت لك دابا واحد النهار غادي نكون في الاعدادي ولا في البديل الليسي غادي نمشي انا من ثانوي للبلاد الوالده وداكشي غنمشيو لشي شاوه كاين واحد العين سميتو عين ابينو كيعوموا فيه هو اللي فيه الماء دايوغ دابا نقص بزاف مع هاد الزرعه ديال الدلاح وهادشي هالكل فرشه المائيه هو اللي فيه الماء في ديك المنطقه سخونه يعني كيتجمعوا فيه الناس كامل كلشي باش يبرد على راسو غنتلاقى مع واحد ولد دربنا اش كيدير ولد دربنا في لا ريجيون ديال الوالده ما جاتني بيزار ملي كتلاقى مع واحد ولد دربكم كتسلم عليه فهمتيني لانه فشكل قلت له اش كدير هنا قال لي كندير الكونغ فو مع دوك لي زاني مع داك الرسوم ديال الكونغ فو عقلتي داك الرسوم ديال الكونغ فو ديال الابطال عقلتي عليه هذا كان قاتلني داك قلت له هادشي واعر قلت له هادشي كدير فيه واعر وبغيت ندير قال لي صافي هادشي في الليسي في البديل الليسي سينو صرادي انت غادي يجي يتلاقى معايا انا جاي من عند ديمانوف داك السيكاري وجاي للدار وما حاملش راسي وما عرفش راسي ما حاملش راسي باش تكون عارف جاي ايصون عليا يقول لي خي سميتو عبد الصمد الله يذكره بخير قال لي خي ستوف هبط
قلت لي علاش؟ انا كندوي معاه من تروازيم مو صغير. قلت لي علاش؟ قال لي غادي نديك لاصال اللي قلت لك ديال الكونفو. قلت لي عافو والله ما فيا بالله بغيت تنشات باغي انا عييت صح. قلت لي باغي نرتاح كذا. قال رانا الله جاي من عند ديما ديما. قال لي والو بقى عليا بقى عليا وبقيتش عليه بقيتش عليه. تقنعت وما مشيتش. قال لي بعد غدا حيت لاصال كدير ثلاث مرات في السيمانه. قال لي بعد غدا غادي نجي عندك. قلت لي صافي هذا هو الحل الوحيد باش نقنع. بعد غد لي نفس الفيلم جاي من فاضي ناس الفيلم جاي وقال لي غادي تمشي وانا نقول ليه لا وقال لي هو بربي تتمشي صافي قنعني شنو خير الصوت صيفطوا لك الله صيفطوا لي الله لبست نظارة الميكا وانا نمشي مشيت لاصال لاصال كاينه في حمرة في عين الشق حدا بنو ماجه الناس كيعرفوا ديال اسامه الايوبي راه دابا راه معروف دخلت غايبان لي بنادم كيضرب روندات فليب سالطو كيدير داك الشيء تعرفوا تخيلوا معايا المنظر انا كنشوف داك المنظر وكندير عيني كيتيسع عيني كيتيسع وكان صغار وعيني كيغرغروا وفرحت علاش اول مره نشوف شي حاجه اخرى مختلفه فهمتي ما كاينش لانه ما كانش يوتيوب داك الشيء ما عندكش القدره فين تشوف شي حاجه اخرى ما عندكش فين تعرف انه كاين مجالات اخرين في الحياه كنت كنصحاب الحياه سالات ولا بدات ما عارفش انا موضوع ساكيني ديمانوف ما كاينش اتجاه ما كاينش والو بان لك اتجاه بان لي هادشي واعر تخيل معاه ويقول لي اجي نتريني بغاو يوريوني ندير انا شحال عندي من عام عندي 20 عام تبارك انا راه كبرت خديت الباك وكنقرا 20 عام ترى ما لقاو ما يجمعوا فيا ما صحيح ما سوب نورمالمون سبور هذاك هذاك الانترينور ديالك تيجي كيعبرك اشنو هما لي بوين فور ديالك ما لقات حتى ما لقات حتى شي بوين فور زعما السيد كرشو صحيحه يدور واش والو مشكر بودي ما كتوقفش على يديك والو 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 كانوا في 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 ليكيب عندي في لاصال تيقول له اخر واحد يدير شي حاجه هو اخر مشكر براكو دابا كيسمع لي لا كيسمع لي ايوا يعرف مشكر بواحد الشكل ما يمكنش تخيل وتخيل معايا نورمالو باش باش تعرفوا المده ديال التسكريب نورمالو واحد يدير فليب حركه فليب هي كدير كتنقص كتجعد يديك وتعاود تجعد رجليك كدير حتى في السطوريات نورمالو واحد انسان بشر كيتنفس يديرها في 3 شهور 4 شهور واحد مدريقل سوبل يديرها في واحد 15 جوغ شهر فهمتين عاد شحال درتها انا شحال عام و 5 شهور انا خاجي نصفق لك لا لا حكيتاش على حكيتاش علاش سكت ليك لان بقيتي مستمر شي واحد يقول حتى انا هادشي ماشي ديالي فوت عرفتي علاش بقيت مستمر لانه الحياه كحله اصلا راه ما عندك حتى شي حاجه اخرى كتعجبك واش نمشي عند ديمانو الشمره يلا مريح انا ما نجيش عند ديمانو اش وقع لي ملي مشيت ديك الكور ديال السيرك درتها خارج راجع في الطريق بالليل حدا الكاريان وتنقول واطا شنو غادي نمشي ندير غدا تركت في الجنه دابا غادي نمشي لديما نوف شو مريض لا لا ما خدامش لديما اشنو عاوني عاوني اني حريق غنبت فهمتيني الوالد ديالي غيسولني الوالد ديالي فاش قلت لي غادي ناخذ الباك قال لي كتقرا في الباك في واحد قرب تقدر تقولها في البلاد تقدر تقولها في العربيه ولدي تقدر الباك فهمتي تقدر تقول فهمتيني انبت فهمتي الفيلم ماشي اشكال هاد اللعيبه ديال النبت عطاتني الحريه في القرار ولكن كيبقى القرار صعيب اشنو القرار اللي خديته وانا راجع من داك النهار داك النهار اللي تريت في اول مره قلت هاد الشيء هو اللي غادي ندير صعب حيت عجبني وقلت غادي نخرج من السونتر مابقاش انا قاعد ما عجبنيش وفي السونتر كنت مشاهد وكنت كاتون كنفهم داك الشيء اللي اجيت فهم وخرج وليت كنتريني 6 8 سوايع في النهار شاك جور تبارك الله شاك جور حتى السبت والحد بحال مخاطر ما فهمتش داك الجهد منين كان علاش باك اللعيبه ما عرفتش راه حد الان كنسول وماشي كنت بوحدي راه كنا بزاف دراري بحال ماك كان واحد الجهد كان خيالي لا لا شو وصلت ديك الستيت ديال الفلو الدماغ ديال ما يمكنش انت فرحان الدوبامين فهمتي تفرقع في الدماغ صافي ما يمكنش تبقى مثلا فهمتي انا ضربت 14 16 ساعه جالس قدام البيسي ما نقدرش ندير هذا ولكن فداك العيب ما يمكنش فهمتي الدماغ ديالي تتحسوا واحد واحد ستيج كتحس بواحد واحد الحاله نفسيه ديال صافي راك مالك اليوم ما عليك وتخيل معايا وانا كنتريني يوميا ما لونترينور ديالي صراحه الله يطول لي عمره شكرا لي بزاف امين كان كيخدم معاه وكان من غير انه كيعطيني لي كور ديال
ديال لا سيون كنت صاحبه وكان كيقدر يعطيني ديكور اخرين معاه في لاصال دي ميسكولاسيون ديال لا سوبلاس كدا هي معايا باش ندير ديك الفليب عوالو ما بغاش يدير انا اش الفليب ديال تحطي عوالو قال لي اشنو غادي نديرو غادي نديرو سالطو اشنو هو سالطو هو نفس الحركه ما كتحطش يدك كتشقل بحال ماك انا قلت لك صافي وانا علاش ما ندير هاد الفليب هاد صافي من الحوافز انا اللي عجب البنات خاصك تفهم المشكل ديال الاستاذه العربيه فين حطك هنا حاضر الاستاذه ديال العربيه لا ما عندكش شي حاجه باش تثبت راسك ما كتعرفش تلبس ما كتعرفش دوي انت خش راسك كاع غتكون عندك واحد الميزه دابا المشكله دابا هي الخريطه من الاول غالطه واخا دير سالطو ما تعجبش البنات ولكن داك الشيء هادشي اللي قال لك راسك هادشي اللي قال لي راسك راه شتي تنقول دابا حتى انا كتعني نفس الخريطه غالطه شي حوايج كتضيع فيهم الوقت هادشي اللي كاين وانت ما عارفش صراحه عاود نص سالطو العاجي وراه شنو وقع قال لي غادي دير دابا روندات سالطو روندات سالطو هي واحد بحال قلت لها با والدور وقف بلا ما تحط يدك وانا حاش بعدك هذه هي الفرصه فين غادي نعجب البنات غادي ندير غادي شي يقول لي يلا مصطفى وشوش الناس كيف باريوني جوج الناس غادي يشدوني وانا اول مره ندور وندير تخيل معايا راه شي دابا كندوي على 8 شهور وانا كنشوف الناس كيدوروا يعني فاهمه في دماغ عندها ديك ما كملتيش ليه بلاتي عند رب ديك الروند وعند عاتي في القيت راسي اسمع مريح كنت فرش دراغون بول زيد اش خيس وكيش في هنا بدا تفضل الزوك شي واسمع عمل لي تقطع باق قيت راسي دابا انا مع دردك باق قيت راسي كنتفرج في دراغون بول زيد ياك سينكي يعني ورجع الله في السينكي يام تنتفرج في هذيك بيكولا كيتريني بولده ولد غوكو كيتريني بيه ومتبع ما اسمع نتبع شويه ونسمع ستوب اقسم بالله كنسمع ستوب وانا بحال ما كنقرع وكلشي في السانكي وانا ندير ايه كنشوف واحد القنت وبدا يدير ديزوم كيغرق وانا نلقى راسي بلاصه لقيت راسي بلاصه عندي شعري طويل حد هنا كان عندي شعري طويل وانا باقي دماغي خاصني نجيب الباك شتي رجعت دوك الذكريات كلشي شكون باش كندير هنا اش كندير هنا كنت كنفرج في دراغون بول زين وكلشي تيموت عليا كلشي تيموت عليا بالضحك كيشوفوني كنت بغيت نحماق وهذيك اللحظه اللي قعد ليا غبرت يومين وانا في الذاكره ديالي ما كايناش حد الان وكيعاودوا لي الناس كنت كنقول لهم نفس الهضره تنقول قلتها لك تنتعاودوا انا وياك قبيلات نفس الهضره اخي تضربت ها هو بكا عاود درت واحد لاكسيدون طحت من الموتور وتضربت في الراس ولابس الكاسك الحمد لله يومين فهمتي انا ما كاينش كنوض تنقول لهم فين انا علاش جيت هنايا السؤال اشنو علاش اجي نعقل بعد شي يومين نطونا نقول لهم هذاك ما عقلش عليه غير شي يقولوا لي ياك انا ما انا يعني ديك اللحظه ولصقه مع هادي نط في الصالون نقول لهم كيفاش انت جيت هنايا ويقول واحد الكوزه طلعتي لجينا امنا في راسنا كتعاود نفس الهضره يومين اش اللي وقع كيسحاب لي كتحلم ولكن انت دير لاكسيون كتسحاب لي كتحلم عرفتي ديك اللقطه في الصباح بكري ملي كتنوض وكتقضي الغراض وكتمشي للخدمه وانت راه باقي ناعس عرفتي هذيك اللقطه وانت راه كتحلم راسك دابا قطاط جايبه وراه كضرب الصح وكيسحاب لك القطار هذيك ديك اللقطه فهمتي هادشي اللي كيوقع لي اشنو وقع اللي وقع لي ملي درت هاد اللعيبه خوتي تخلعوا اش قال الوالد الوالد ديالي ما مسوق لياش غادي يقولوا لي راه فلان كيتريني اشنو قالوا لي باش يجلسوا كيكونوا شي حاجه قالوا لي كيدير الرقص الشرقي اقسم بالله قلت لي اصاحبي واش انا ندير الرقص الشرقي واش انا الوالد بقى قال لي ولدك تيدير الرقص الشرقي مشاو عطاو الجمله اللي بغيت يسمع وانا راه على بلاصه دابا انا وليت قدام الحلم ديالي اللي هو السير ما عرفتش ندير بها عاجبني وبغيت ندير اشنو قال لي دماغي قال لي دماغي اخي بحاجه طرات فقدت الذاكره ما قلتش راسي راه غادي طرا شي حاجه صافي كمل
فهمتيني؟ وليت واحد الشويه من الصعيب يراقبني صعيب. مشيت كنترين وقت كنترين يا صافي. من بعد ما كملت داك العام ولكن داك العام اش ما درت فيه من غير لونطريم الفرنسي. اش كنت كندير؟ كنت كنشد لوبينيون كنلقى ابوزا على باسا تلقى قهرت قهرتهم في الدار. كنشد الوركمان ديال 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 شارل ازنافور ديال جاك بريل اون فالس ميلتون فواتون لا بويم. وكنلقى صوتي خايب وكنبقى عليهم بالفرنسي لوبينيون ابوزا على باسا قسم بال. وكان دابا التكنيك مع ما كانش لي التكنيك ديال التعلام بحال دابا. التكنيك هي انك تقرا بصوت مرتفع ديما وكنت تقرا ديما عاجي بحال فوريست غامب. انا كنت عاديت فوريست غامب تقول لي شحال عندك نافع صافي سال العام. كملتي في السيرك ولا وقفتي السيرك ولا بلاتي سال العام قريت الفرنسي وليت عندي نيفو اللي نقدر نكمل به قرايتي وي ياك. ودرت وكملت وكملت في اللعيبات وقلت دابا في هذا البيريود غادي ندير انا شنو كان كيعجبني. كان كيعجبني الرسوم المتحركه كنت كنتفرج في لي مونغا لي زانيم بزاف. تعجبني هادشي ديال الفيديو الطروه هذه وكذا. كان عندي واحد صاحبي الله يذكره بخير سميتو يونس عمران هو اللي كان كيعرفني بهادشي. عنده بي سي وكذا وكان كيوريني لوجيسيال سوني فيغاس وكذا وكان كيت انتريسا. قلت يا اشنو غادي ندير؟ غادي ندير الاوديو فيزوال هو اقرب حاجه لي داكشي اللي كتبغي اللي كنبغي صافي. قلت هاد وما كانش عندي كاع في بالي اني غادي ندير كارير ديال ارتست بروفيسيونيل لاني اصلا انا ما تيقش راسي. انا مشكر اصاحبي اخي بواحد في ليكيب هو انا فهمتي الفيلم. ولكن اخي تنحييك الاستمراريه الله يحفظك. دونك شنو درت؟ اللي درت هو انني مشيت دفعت السونتر. السونتر عندك حق دفع جوج سوا ميكانيك اوتو سوا حاجه سوا حاجه. انا حيت الميكانيك اوتو بقى عندي العام ديالي في باك باقي فيه عام اخر. درت جوج ديال لي سونتر درت لوديو فيزيوال ودرت سوكور ريزو انفورماتيك. وطبعا بالقصه باش تكون زوينه ما تقبلش في لوديو فيزيوال هادي باش تكون القصه زوينه. علاش بغيت هادي دونك ما يعطيوهاش لي هادي لبسوني الاخرى ما عطاونيش لوديو فيزيوال عند النقط ديالي ما كيدوزوش حيت خاصك تكون قاري 14 ماشي خاصك تكون فنان ولا كيعجبك داكشي. لا لا خاصك 14 خاصك تكون جايب 14 في الفرنسي عندي مراه وعندك الصبر اجل جاب بغيت نفهم اجل جاب انزين. ما درتش انا كاين هاد المشاكل في التوجيه. ما درتش هاد الفيلم هذا ديال لوديو فيزوال لهذا السبب ما تقبلتش فيه واضطريت اضطرارا ندخل لوديو ريزون فورماتي. وطبعا واخا الوالدين ديالي انا ما حاضينيش وانا بت بحال شي حريقه ولكن كان عندي واحد اللياقه كون ميم خاصني ناخذ شي ديبلوم فهمتيني. كان خوتك كذا لعيب مزيان اخي فهمتيني. فشنو اللي وقع؟ بديت كنقرا وبديت اش كندير اون باراليل كنبقى ترينين وكنقرا كنقرا هذاك الريزو وكنمشي غير المواد اللي راسق ليا اليوم الحال واغلبيه الصباحات ما كنمشيش فهمتي هذا والو بارت تايم تا كتقرا بارت وكنجي وكنريح مع الاستاذ وكنفهم واش كيقول وكنبقى ندوي انا وياه حيت صاحبي داك عمران كنت طايح داك لا فورمات كنت انا سابقهم شديد فهمتيني. ديك الساعه يلاه غادي يخرج اليو اس بي 2 يلا غادي يخرج لك القايد تندوي شنو الفرق ما بين الفاير واير عرفتي داك الفاير واير واليو اس بي 2 وكذا وكنا شنو هما اللي رايزو كنت كندوي معاه وكان داكشي متاح في الانترنت وكنقلب وعندي القابليه اني نقلب الانترنت بالانجلي وبالفرنسي يوتيوب فهمتيني. كتقرا وكتفهم كترجم وكذا ولكن الناس ما كانوش كيديروش كانوا اغلبيه الدراري كيقراو كيدخلوا غير باش يتسسوا مع الصاطه لا وهي راه ديال المدرسه. انا كنجي مركز وكانوا كيردوا معايا الدراري الباب تيقول لي الانفو سوينغ ما كانش سميتو سوينغ الانفو مصطفى كيدير ها عارفه راه غادي يقول شي بلا. واش كان خدمتي؟ كان خدمتي نحضر الاستاذ يغلط هادي هي خدمتي اجي اللعيبه باش زراو عليا من المدرسه كانت خدمتي هي خدمتي يا حدايا الله خير. لكن واحد الاستاذ تي غلطني لا ماشي هكاك ماشي هكاك يقول لي جمع حوايج دير عارف لا ولكن هادو كانوا الروح الرياضيه كنت هنا كيقول قلنا عليه وكنبقاو مضاربين وكان بالنسبه للدراري مجتهد ولكن حيت ما كنتش كنجيب مزيان وحيت عندي مشاكل في الاورتوغراف كثار في ليكري كنت كنعيان في الاورتوغراف لسببين اني ما قاريش الفرنسي وانا ليبر اكتيف لسببين ليبر اكتيف ردي وبي عنده فيها مشكل راه بحال اللي ديسليكسي فهمتي شنو قلت بحال لا ديسليكسي كيكون عنده مشاكل في الكتابه عندي هذا السبب وهذا السبب ديال لا ديسليكسي وهذا ليبر اكتيفيتي ما عرفتو حتى هذه اعوام مؤخرا بسبب انني عندي ولدي بغيت نعرف شنو عنده فهمتي. واحد الفيلم لهذا السببين وانا ما عارفش فكنلقى راسي ديما مباني انا في ليكري مجتهد في القسم ولكن في ليكري تكراسيت انا الاخر في القسم ولكن نجحت
دايز الحمد لله. أنا واحد صاحبي إحنا واحد مال الأخرين غادي ندوز عامين ضربتي عامين ضرب وميم تو كنترين وأنا كنترين شنو طرا بديت كنتعلم فليبات بديت كنتعلم سالطوات. أشنو الهدف عندي؟ عقلت أنه كنترين على قبل التيتيز وي ركز معايا. مشيت عند الترينر ديالي وقلت لي شوف صار أجي نمشيو نعلمو هاد الشيء للدراري ديال لي سيليوتي وانا ما قلتش دراري البنات علاش لانه باسيف باش نوصل لوبجيكتيف لوبجيكتيف مشينا وقال لي فكره هو الترينر ديالي قال لي فكره مزيانه نعلمو سميت ملي مشينا عندهم دخل هو عندهم اكسبت ادخل دو معاهم وكذا قالوا لي عطينا شي حاجه نشوفو خدمتك ما لقى عنده تصاور ما لقى عنده فيديوهات ما لقى عنده والو ويقول لي يا خي صطفره فعلا راه القضيه راه خاصنا فيديوهات اللي مزيان نصاوبوا فيديوهات. كانوا معنا الدراري في ليكيب واحد من ليكيب كانت عنده كاميرا كذا هو اسامه هو اللي اورغانيز الحفله وداكشي جمعنا الدراري ودرنا داكشي ديال الاكروباسي وداكشي ديال احمد وموسى عصايين فهمتيني عصايين وهذيك الساعه الله كنتعلم راه من بعد غادي نلعب الحلقه في احمد وموسى باش نعرف اخي ناضي انا نحتار والله تلعب الحلقه شحال مخطره فهمتيني دونك جات في شكل هاد القضيه لا لا والله خير والله الى الحلقه ربي والله الى الحلقه الى كطيح مع ناس شوف شوف انا واحد القضيه انا جربت شحال من خدمه جربت انني نبيع جربت انني نجر الكراس ديال الحوت في المرصى ياك كتعيش عالم وهاد الكراس ديال الحوت والوالد ديالي انا راه بخير عليه ما يقدرش بيا ندير هادشي وكنت كنمشي نديرها باش نشوف الناس كيفاش كيديروا بغيت تجربه فوق حب الفوضى واخا راه تعلم منها بزاف حاجه تعلم كتشوف الناس كيفاش كتشوف كتشوف النيفو ديال القيمه ديال البشر كيفاش دايره بارابور شنو كينجز بارابور الوضع ديالو بحال دابا كان الساط اللي كيبيع الكارو في المرصى بحال قلتي هو الاب الروحي فهمتيني مقدس عندهم وراجل كبير بوزي كيبيع الكازا كذا كلشي وانت غادي تجر الكروسه ديال الحوت ما يمكنش خاصك تكون جر الكروسه ورد البال مع الحوت ديالك لانه كاين واحد الشفاره كيديروا تقطر لك الحوته من واو والله ما شفتها شي خطرات ولا ثلاث قراصين وانت خدمتك مع هذا الشيء كنوضوا مع 3 الصباح كنمشيو بالموطور كنمشيو بالموطور بيرج واش ممكن ندير صاحبي كتلقى الحوته في السوق الحوته راه داز لا داز كنمشي بير مع 3 الصباح خدمتنا نطيح الزهر عندنا نطيحوا في شي بارك وكيخرج باش نخرجوا مع الحوت ندور واش كنت كندير ما كانش عندي كروسه كنت كنجي كنلقى الكراس ديال الناس اللي خدامين كناخذهم اليوم انا جيت قبل منهم فهمتي كناخذهم وكنبدا خدام بهم كنوصل الحوت لواحد بعيد كنعطي 10 دراهم كذا كنلقى راسي ضربت ديك 10 كنت الصباح 11 جمعت واحد 40 درهم 50 درهم ومقيله الحوت هذيك مقيله الحوت اللي في الفيلم كندبر على غد ديالي واحد النهار حتى جمع هذه 50 درهم وقفنا بوليسي حطينا عليه وزنا انا يا اخي خدمتي خدم هذاك تاع الشهر تاع الشهر المهم هاد العيبات اللي كاين اخي شوف كتعلم تتعلمت الحياه هاد القطعه دي جاتك ظلم ولكن تعلمتي بالحياه بلي كاين سميتو كاين هاد الظلم خصك تكمل بيان سور هاد العيبات انا كانوا كيعجبوني وهاد العيبه ديال الحوت راه درتها وانا وقيله في الليسي انا مازال في الليسي مشيت درتها هاد اللعيبه قبل لا ندير هادشي اللعيبه السيرك المهم ملي بديت كنقرا في الريزو انفورماتيك عامين بقيت كندير هاد اللعيبه الساط مشينا بغينا نبيعوا للناس ديال اليوطي قالوا لنا لا جي نديروا الفيديو تما بديت كندير الموفي ميكر عمليا بديت كننتج شي حاجه اللي غادي تولي عليها تقضي شي حاجه تولي فعال غتكون يوتيل فهمتيني قلت لي واحد كانت عنده الكاميرا واحد كانت كان عنده كاميرا انا خدمتي كنت مونتاج والبيسي ديالك البيسي شراه لي الوالد شراه لي الوالد الله يرحمه ملي دخلتي لي ستيج بونس لا قبل لا انا الوالد ما كانش كيعطيني فلوس ترونسبور تيقول لي الوالد ديالي انا عنده واحد العقليه في شكل غير ما تجيش تقول لي فلوس وعيش حياتك واش لا شرا لي الوالد البيسي ديالي فاش كنت في الليسي ابري هذاك بزز ولكن ولكن من بعد بيان سور شري من بعد ملي غادي نبدا نقرا في الاعداد لا عاد بزز لان كنت دوزني بزز بيان سور انا وخوت ولكن البيسي اللي غادي نخدم به غادي شريته انا من فلوس الوالده حيت كانت مات وخلات شي ارض كذا لعيبات فهمتي الفيلم الوالد عندي كان عنده واحد الفيلم ديال انه خصك تكون عصامي جو ريسبكت هذه الهضره ديالو ولكن متكرفص هذه هي الحقيقه كنت كنمشي بيكالا كنت كندير اوتو ستوب كنت كندير باش نمشي للسونتر كنا خي سوين كندوز معاك الاخر ونعاود نرجعو لكم دابا تكرفصتي دابا اليوم وانت جالس كتقول مزيان ضربت هذه الطريقه هذه ولا كتقول تفوق. لا ما عمرك تكون نادم على شي حاجه لانك انت عباره عن تراكمات ديال الماضي ديالك سينو غتكون شي واحد حاجه اخرى
فهمتي ما نقول لك فهمتي فديك المرحله شحال من حاجه كانت ما تعجبكش لا كدوز السنين تولي داك الشيء عادي لا انت تراكمات الماضي ديالك ما يمكنش تكون شي حاجه اخرى دونك هذا هو الفيلم مشيت درت مع صات صحابي بدينا الفيديوهات وداك الشيء بديت كنت انتريس الفيديوهات موفي ميكر كنت كندير موفي ميكر كاع كندير هاد اللعيبات وما نطو كنترين مع الوقت بدينا كنطوروا هذيك الفيديوهات كانوا اول مره يطلعوا في يوتيوب كانت لاشين اللي مصوبه سميتها رفود ونسيت لها المود باس رفود بمعنى هذوك اللي زقروا باسيد احمد ومصطفى ياك كنت انا مصوبه ومشات ديك راسي كنت لحق الفيديو الاول بداو تانتريسوا الناس يلاه بدا يوتيوب وي كان رجعنا للسيليو طيب صافي واصبر راه حاجه كطرى حاجه راه هادشي دابا حنا صوبنا داك الفيديو وحطيناه في اللي يرجع لي حطينا في اليوتيوب حطينا في اليوتيوب بداو يشوفوه الناس حيت صايبتو الفيديو باش صوري ولي سيليو باش مشينا هو ما طرا ما طرا والو ما دخلنا معاه والو ما تكلوزاش والو ما طرا والو ما حتى شي هذا ولكن بدات كاينه واحده اخرى الهدف الاخر انه بدينا كوميرسياليزينا الفيديو ولا بنادم كيتانتريس الخدمه ديالنا ولا لا دوموند وسام دار واحد الحركه ذكيه كان واحد البرنامج سميتو تشالنجر عرفتي ديال المقاوله وداك الشيء اييه هو مشى دفع لهم مقاوله ديال بناء مدرسه السيرك وكانت عاتيرون من ناحيه رنانه من ناحيه الميديا وبداو خدام بداو يجيو يصوروا معنا دوزه وبدينا كنبان ودرنا نعرف خاصكم تشوفوا الفيديو ديالي انا نوريه للناس كنت كلون دير كلون العيبات هنا وشعري كذا وواعر الكلون مع واعر هاجيني البيسه وغادي ندوز في الحفل لايف ديال دوزام انا كلون اخي والله الا كنحييك لايف قربت معاه وانا واحد الدري صاحبي قدام لجنه التحكيم كان فيها كريم التعزي كانوا فيها وانا دايز كنلعب لهم ارتيست ديال السير وبيس وبدينا كنتعرفوا كذا والسميه ديال المجموعه كانت سميتها كازا اكروبات انا صوبت لها اللوغو كذا وهذه كازا اكروبات من بعد تمشي العرب تقول طاون تيدير بوم طوب مشاو كنتي معاهم ولا لا ديك الساعه كنت بديت كنختلف انا واسامه فنيا في النظره ديالنا للسيرك انا وليت كنشوف السيرك دو سولاي اللي سد ودامه واحد السيرك تراديسيون كونتمبوران هو باقي في تراديسيونيل في هادشي فانا جادول وفهمتي ديال ليكول السيرك شنو اللي وقع قبل نمشي ليكول السيرك درت هاد اللعيبه معاهم بدينا كنبانو كذا تشالنجر كذا وميم طون مدرسه خديت الباك خديت الدبلوم ديال وليت عندي حياه متوازيه نص لونطريمون نص فاج في الدراسه ولكن وليت ساليتي الدراسه خديت الدبلوم خديت الدبلوم مشيتي للعمل ولا ما كان عندي والو ما كان عندي بديت كنتريني وما كانش داك السؤال اللي قلت لك نابت خوك نابت ما كانش شي واحد كيسولني انا كنت غادي نسولك واش خوتك بزاف عندي خوتها شحال مهم عندي خمسة دابا عندي خويا من الواليد يسطا وانت صغر ولا كبر انا انا اللي صغر مني واحد اخر اه فوالا انا حيت مركزوا عليك لا ما ركزوا عليك لا بالعكس بالعكس شو هذا بعطيك كتلقى التركيز على الاخر ملي ما كاينش التركيز على الاخر ما لا كيكون الاول الكبير سيرتو حنا الدراري حنا ثلاثه حيت كانوا ثلاثه بنات الواليد كان باغي الدراري تيكون الاول الدري هو اللي كيتعلم هو داك كان خويا الكبير كيدخلوا للصال وانا لا وانا باقي نترين ولا خر صغير كانت معلية فيه الوالدة وأنا محشر أنا الوسط هاني هاني يا أخي سوي مهم ما علينا خديتي الدبلوم خديتي الدبلوم ديالي يجي عندي واحد الدري صاحبي يقول لي شوف الساط راه غادي تخدم معايا ستاجير في واحد الشركة كيبيعوا هادشي ديال الماتريال الأوديو فيزيوال الله غادي نتعلم الماتريال ديالي بحال قلتي فورماسيون فيها داك الشيء اللي غادي نخدم به اللي كيعجبني لان ديجا كندير في السير كنصور وكذا وما نضاد شحال 16000 درهم شحال بقيتي في هاد الصح عامين عام ونص عام ونص تقريبا تبارك الله دابا اشنو المشكل اللي كان عندنا في العائله فشنو هو المشكل ديالنا الضغط العائلي والاسري وداك الشيء انك خاصك تكون كدير شي حاجه انك تكون كتريني السيرك ما كدير حتى وزه راك انت ملعون عليه واخا ما بغيتي ولا ما بغيتيش راه ملعون عليه فكان اوبليجي خاصني نخدم باش نقول للناس راه انا بخير ومام طون باش نلقى ما ناكل لانه انا كيفاش كنقسات واعيش هذاك الشيء في الثلاجه لقيتي داك الشيء في الثلاجه غادي تاكل جيتي معطل حيت كتريني ما لقيتي شي حاجه تيخليو لك الماكله في جبانيه بارده فيها واحد الخيط زول تحت كتمرض هادشي اللعيبه الا لقيتيها فهمتي الفيلم الا ما داش اللي قبل منك تركش هادشي راه ما كي زعما راه كاين الخير زعما ماشي ولكن هو كذا التربيه كذا التربيه فهمتي تجي في الوقت الماكله تجي في الوقت الماكله ما كاينش تاع سليم دونك هذا الفيلم هذا خلاني اني نقرر نخدم فلقيت راسي اش كندير لقيت راسي خدام على باش ناكل شنو نقول لك تقول واحد المعادله خايبه هي صرا خايسوي قبل ملي بديتي في الطريق
شي اللي خدام باش ناكل. كان تجي كنبقى خدام وكنت نيه في الخدمه زعما كنخدم ديالي اشنو كان عاد نسميت البوست ديال اللي كنشد فيه 2000 درهم ماناجمنت ديريكتور ادمنستراتور ويلي ريزون فورماسيون تي عطاوك هاد اللعيبه ادمنستراتور ريزون فورماسيون كيعطيك بيرو و تليفون نتي كارت فيزيت جيني تحس براسك عندك قيمه وانت شد 2000 درهم احساس عجيب وكنت كنخدم كنت كنضرب تمارين والاشكال ديالي انا كنت كنخدم وكنبغي نريح ندير المونتاج وكان هذيك الفيديو الشركه ديال الاوديو فيزيوال ديك كان عندهم برامج ديال الاوديو فيزيوال كنت انتريسال سوفتوير اكثر كان المدير فاش كيشوفني كنسالي خدمتي تعطيني خدمه اور خدمتي تعطيني اكسل كلاسي برودوي كذا واش اللي كنش كنحمل كنت كنحملو انت باغي تمونط انا باغي نمونطي وي اش كندير ملي كنسالي خدمه كنسالي مع السكه نمشي نيشان الجاردن ترين تنبقى نترين حتى 9 الليل كنبقى نترين واحد صاحبي واحد صاحبي قال لي ما تعرف والو واحد صاحبي كنجليجي كيصاوب الزليج وكان كيضرب تماره ديال الله الحق ياك وكيجي تريني معاه وانا تنقول ليه السطر انا جاي من الخدمه عيان كذا قال لي مريح قال لي شي بلا بلا هذا تبدا يضحك عليه يقول لي بلا هذا واش عرفت وتنقول ما كنفهموش لانه كان طياره تبارك سميتو محمد طياره واحد النهار يقول لي يلا معايا الخدمه قلت لي صافي تمشي ديسكوفري عالم قلت لي مشي معاك الخدمه ماشي انا الخدمه عنده اخ زليجي غادي نمشي واحد البروجي في اناسي عرفتي الشركه الاقتصاديه يلاه باين تما وباه هو اللي شاد البروجي هو خدام مع باه عرفتي شنو كانت خدمتي نطلع عرفتي داك السيتيرن اللي كيهزو دوك اللعيبات الميناء هذيك السيتيرن ديال الميناء وي وي كامل عامره زليج ماشي ماشي نزال السيتيرن سميتها ديك القروه لا اللي كيكونوا كيهزو واحد اللعيبه فيها لي برودوي ماشي 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 كونتونير كبير غير هذيك عامره زليج خاصني نهز الطروازيه خاصني هزت شي طروازيام كامل بزلي الكلار كيف هادشي بقيت كانهز بين دونك هي محطوطه وانت كتهز هذيك البارتي ديال الزليج والخناشيد الزليج الشيمه السيمه وكنطلع وكتخلط البغلي دخلتي البغلي دابا هي عطاوك هذوك لي طاش لا اي واحد كيدير وربي انت تقول بالك رجع للبيرو ديالك وربي عرفتي شنو احسن لحظه في داك البني هي اللحظه الجميله مقدسه مقدس لك وبني او طارق عرفتي قلتها قلتها قال واحد الفيديو قال واحد الفيديو ديال رشيد قلت وما كاينش ما احسن من ديك الجميله جميله ابنينا يا صديق مشيت باش نجرب نهار لا كنت معول يعني كنت محنسر كنت محنسر جوبونس خرجت من الخدمه وقلت خرجت بقيت واحد البيريود محنسر فهمتيني كنت محنسر قلت بغيت نعيش قلت نخدم مع سيمانه جوج بالديباني قوي عملي عرفتي تخيل معايا راه مات عليا بالضحك تخيل معايا انا مريح كنتامل في خرج طلعت للطروازيام حتى داك الشيء بديت كنتامل في الشونتي كامل وندير شحال شحال ما هذا السمع انا تخيل معايا ملي مشيت للدار مرضت الدراري 6 ايام وي طرا الله يجطى مرضت حمى يتوب عليك شحال حمى ما كتكونش والف الدق وكتدوز للدق ديريك حتى انا طراسي كنتي زيت شي خناشه طلعتهم من الدار وصغير عرفتي معلم راه نعست واحد جوج سيمانات عاد مرضت ديال بصح والعضلات ديالي كاملين كيضرهم ما يمكنش وانا نقول لي فهمتك اخويا محمد كان هاي ليفل الصوت راه كان هاي راه كان واحد الدراري عندهم واحد الاراده حديديه اشنو كان الهدف ديالنا واسمعوا اشنو كان الهدف ديالنا كان الهدف ديالنا لانه وقع لينا ديك الساعه انا كنقرا انا كنخدم وقع لي الخلاف مع اسامه الايوبي اللي هو لونترينور ديالي اللي ترينا بيا وعطاني وقته وكذا وقع لي في خلاف فني معاه فبغيت نثبت ليه ان فنيا نقدر ندير له شي حاجه احسن ماشي هذا هو فولينا كنترينيو انا وهذيك الدريه ديك الحزن المنشق عليه كنترينيو شاك جول الهدف ديالنا نطلعوا للعرب زغوطارت انا دست في عرب زغوطار ويلي ويلي الدراري هذا العبد القرعه ودي درت اول مره كنت اول مره وحق الرب انا شيك وما عارفش اخياتش احلف والله الا واحد ما عارفش شفت الحوايج ولكن ما عمر كنت واحد ما عارفش علاش واش دستي شفناك دستي التلفزيون نقول لك كنقول ترينيت مع لي زيكيب ديالي وبدينا كندير داك الشيء داك الحماق ديالنا الحماق ديالنا والنيفو وكذا والمشكله ديالنا من بعد ملي دخلت السيرك اللي كنت سيرك القواعد بديت كنفهم المشكل ما كناش كنعرفو نتريني ما كناش كنعرفو لي باز ما عندناش لي باز ما عندناش لي باز ديال القواعد كنا كنشوفو شي حاجه وخا ريسكي كنديرو ما
كندير وطراو لنا مشاكل، طراو لنا حوادث خايبين. تلقى فهاد الشيء مره ما كملاش السال ما لا 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 كان واحد النهار دري واحد الدري صغير سميتو عبد الملك، راه دابا كيتريني في ليكول السيرك، سميتو عبد الملك تهرسنا من رجليه بسبب واحد الحركه صعيبه درنا، وبسبب هذيك التهرسه ديالو تكرفسنا من بعد كنوجدوا العرب زغوط طانت. فهمتيني المره الاولى في عرب زغوط طانت تخيلوا معايا غادي الحلم ديالي مشي لي غادي يصيفطوا لي الايميل وما غاديش نقراه، غنقراه معطل ولا غادي يصيفطوا لي ديكالي ما فهمتش لا دات